مشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من فقه الحياة. في تاريخ الأمم والشعوب أيام لا تنسى، يذكرها التاريخ بأحرف من نور. ينبغي على الأمم أن تظل واعية بهذه الأيام وأن تتدارسها حتى تدرك منها العبر والدروس التي تفيد في المراحل التالية. يوم 6 أكتوبر من عام 1973، أحد هذه الأيام، ربما أهم الدروس والعبر التي تجلت في هذا اليوم وترتبط بموضوع حلقة اليوم هو الإيمان بالله والتوكل عليه. حول هذا الموضوع تدور حلقة اليوم من فقه الحياة، ويسعدنا أن يكون ضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد سمير البنا من علماء الأزهر الشريف. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك يا سعادة، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. مشاهدينا متواصلون معكم في هذه الحلقة، ويوم انتصار أكتوبر المجيد والدروس والعبر من هذه المناسبة بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، أجدد لكم التحية، وأجدد التحية أيضا بضيفي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ محمد سمير البنا من علماء الأزهر الشريف. أجدد لحضرتك التحية. يا أهلا وسهلا بحضرتك وسعادة. فضيلة الشيخ، بداية يعني قبل أن نتطرق إلى يوم 6 أكتوبر وهذا النصر العظيم، أود من حضرتك معرفة فكرة الوطنية في الإسلام. هل الوطنية هي فكرة من الأفكار التي دعا إليها الإسلام، أم أنها فكرة يعني دخيلة على؟ الحمد لله، وصلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله، ولي المتقين، ولي الأبرار، ولي الصالحين. يا رب صلي على النبي المجتبى، ما غردت في الأيك ساجعة الربا. يا رب صلي على النبي وآله، ما كوكب في الكون لاقى كوكبا. يا رب صلي على النبي وآله، ما أمت الزوار نحوك يثربا. يا رب صلي على النبي وآله، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. بالله عليكم يا متلذذين بذكره، صلوا على الحبيب فما أحق وأوجبا. صلى وسلم ذو الجلال عليك منا تقربا وتوددا. أما بعد، فمرحبا بك يا أستاذ غادة، ومرحبا بالسادة المشاهدين. الوطنية جسدها الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة، وقف على صخرة ينظر إلى أرض مكة، وهو يقول لها: والله إنك لأحب أرض الله إلى الله وإلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. وما إن وصل إلى المدينة، رسول الله ترك الوطن الذي على أرضه نشأ وتحت سمائه تربى وترعرع، بين جباله وسهوله وأوديته كان الأقران وكانت العشيرة. فإذا بالنبي ما إن يذهب إلى المدينة حتى يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وكأنه يرسل برسالة لمن يشاهدنا الآن. الوطن من الدين، من قتل دفاعا عن وطنه فهو شهيد، من قتل دفاعا عن عرضه فهو شهيد، من قتل دفاعا عن دينه فهو شهيد. من بنى في هذا الوطن رضي عنه الله ورضي عنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأننا بعثنا إلى هذه الأرض للبناء لا للهدم، للتعمير لا للتخريب. رسول الله في مشهد تدمع له العين ويحزن له القلب يوم أحد، النبي صلى الله عليه وسلم، كان هناك رجل من المشركين حفر له حفرة في الأرض، وأرض المدينة صخرية، ظل 3 أيام يحفر في هذه الحفرة، قال: لعل محمد يسقط فيها. بدأت المعركة، كان النصر حليفا للمسلمين، ما إن خالف الرماة أوامر الرسول حتى انقلبت الكرة. فإذا برسول الله يسقط في الحفرة، ترتطم رأسه بالحجر بالصخر،
شجت رأسه، كسرت رباعيته، سال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، جاء ابن قمأة من المشركين، ضرب رسول الله على الخوزة فدخل الحديد في وجه النبي، سال الدم الشريف على وجه رسول الله، أراد أن يخرج فما استطاع، حتى جاء أبو بكر وجاء الصحابة يهرولون إلى الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخرجوه. ولكن الموقف رهيب مهيب، رسول الله ينزف ولا يستطيع أحد أن يخرج الحديد من وجهه. أبو بكر يبكي، فداك نفسي يا رسول الله. حتى جاء أبو عبيدة بن الجراح أخرج الحديدة الأولى فخلعت سنة من أسناني، الثانية حتى ذهبت أسنانه كلها. فيقول الصحابة: والله ما رأينا جمالا كجمال أبي عبيدة بن الجراح، لأنه ضحى بأسنانه من أجل أن يفدي رسول الله. موقف كهذا، رسول الله يعود فاتحا بعد 21 عاما من بعثته، ماذا يصنع بمن آذوه؟ ماذا يصنع بمن طردوه؟ ماذا يصنع بمن قالوا عنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون؟ جمعهم ومعه 10,000 مدججين بالسلاح. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، والله ما هدم الوطن ولا قتل ولا خرب، إنما قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عليه الصلاة والسلام. طب فضيلة الشيخ، ونحن نتحدث عن ذكرى 6 أكتوبر وهذا النصر العظيم، أود من حضرتك معرفة كيف كان الإيمان هو مفتاح هذا النصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لو نظرنا في تاريخ الأنبياء لوجدنا أن نبي الله نوح أتاه الله بالنصر بعد 950 عاما، 1,050 عاما، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. لم تؤمن به زوجته ولم يؤمن به ولده، وقال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سبحان الملك، بعد 1,050 عاما جاءه النصر. نعم. نبي الله إبراهيم: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا أباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قال: وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جثاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. بدأت المعركة. هذا الشاب الفتى الصغير أبرمت له النار، جمع له الحطب. كانت المرأة إذا نظرت أن يشفى ولدها تقول: إن شفي ولدي جمعت الحطب لإبراهيم حتى يحرق في النار. سماها الله بالجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. عندما وضع على المنجنيق مكبل بالحبال، جاءه من؟ سيد الملائكة: ألك عندي حاجة؟ قال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فنعم. تدخل الله وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. سبحان الله، من كان الله معه فمن عليه. جنودنا البواسل في شهر رمضان المبارك زمجرت الأرض، ناداهم التراب، نادتهم الرمال: هلموا إلي يا خير أجناد الأرض، لقد اغتصبت الأرض ولن يحررها إلا أبناؤها. فخرجوا
كل منهم يحمل روحه على يديه، يودع أولاده، يودع أمه وأباه، ليس له إلا هما واحدا، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. هنا الإيمان تدخل. رب السماوات والأرض، خرجت الطائرة تزمجر في الهواء بعد الظهر، فأبطلت أجهزة المراقبة، شلت العدو الغادر، شلت العدو الغاشم، ولم يكن هناك إلا صيحة واحدة، الله أكبر، فكان الله معهم، ومن كان الله معه فمن عليه. وكأن هذا الموقف يذكرنا برسول الله في يوم بدر. نعم، كنت حسأل حضرتك عن وجه التشابه بين هذه المعركة وغزوة بدر، خاصة وأنهما جمعهما شهر رمضان. أحسنت في هذا الطرح المبارك. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. النبي يندب الصحابة للخروج، لا لحرب، إنما لاسترداد بعض الأموال التي تركوها في مكة. إيه وربي، تركوا أموالهم، تركوا ديارهم، تركوا زروعهم من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. حتى سيدنا صهيب الرومي عندما أراد أن يخرج فتبعه الفرسان، قال ماذا تريدون؟ قالوا لن تهاجر. قال تعلمون أني رامي ماهر، وأنكم لن تصلون إلي حتى في جعبتي 10 أسهم، حتى أصيب بكل سهم رجلا منكم في صدره، ثم أجالدكم بسيفي. قالوا أتيتنا صعلوكا لا مال لك؟ قال إذا أعطيتكم المال خليتم بيني وبين رسول الله؟ قالوا نعم. قال المال في مكان كذا، وترك ماله وانصرف. فما إن ذهب إلى المدينة، حتى وقف رسول الله على مشارف المدينة وهو ينتظره، يمشي كالشمس وضحاها، وكالقمر إذا تلاها، وكالنهار إذا جلاها. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، أنزل الله في شأنك القرآن، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. فخرج النبي ومعه 310 رجلا حفاة، وكأنهم لا مال معهم، ليس معهم إلا السيوف في غمادها، لأنهم لا ينتظرون الحرب. وسبحان الملك، ما إن وصلوا حتى علم أبو سفيان قائد هذه القافلة بقدوم النبي، فأرسل ضمضم الغفاري وهو يقول الغوث الغوث، أدركوا القافلة، أدركوا أموالكم، محمد يهاجم أموالكم ويريد أن يأخذها. فخرج جيش الشرك تعداده 1000، وقيل 1050. بدأت المعركة، النبي لم يقصدها، الصحابة ليس معهم إلا السيوف في غمادها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطط للنصر. الأخذ بالأسباب والتوكل على من؟ على الله، مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فإذا برسول الله يبعث الجهاز الاستخباراتي، المخابرات العامة، سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا سعد بن أبي وقاص، ومعهم الزبير، فيأتون بغلامين، فقال النبي لهما كم عدد الجيش؟ قالوا لا نعلم. قال كم يذبحون في اليوم؟ قالوا 9 من النياق أو 10. فقال النبي القوم ما بين 900 والـ1000. نعم. وسبحان الملك، يعني الميزان غير متكافئ، 310 رجلا أمام 1000، ولكن الثلث تقريبا. وسبحان الله، إذ يغشيكم النعاس أمانة منه، الصحابة بعضهم أصابته الجنابة، وبعضهم أصابه العرق، الريح المنتن. وإذ يغشيكم النعاس أمانة منه، وينزل عليكم من السماء ماء، لما يا رب؟ ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. ليس الأمر عند هذا الحد فحسب، لا والله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، فاضربوا فوق الأعناق
واضربوا منهم كل بنان. نزل الماء فثبت الأرض المبتلة المهتزة تحت الصحابة، واغتسل أصحاب الجنابة، وذهب عنهم رجس الشيطان، فقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخذ بالأسباب، فكان النصر. كذلك كان النصر في حرب أكتوبر المجيد بعد الأخذ بالأسباب، عمليات التمويه التي كان يقوم بها الرئيس المصري أو الجيش المصري بأوامر من رئيس الجمهورية الراحل رحمة الله عليه، أنور السادات، نعم، الذي استحق وسام الشرف من الله قبل أن يستحقه من المصريين، تحمل الكثير. كان المصريون يقولون عنه بعض النكات، يقول لك ده عامل إيه؟ الضباب. نعم، ده عامل حسم، وهو يتحمل. لما؟ لأنه يقوم بعمليات تمويه حتى يشغل العدو. فلما رأى العدو أن الجيش المصري كلما ما بين حين وحين يقومون بعمليات تمويه، فقالوا إذا لا حرب. فجاءت ساعة الصفر، وكان النصر حليفهم، لأنهم تمسكوا بمن؟ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني كما تحدثت حضرتك أن النصر لم يكن يستلزم في غزوة بدر وجود عدد متكافئ من الجنود أو نفس القدر من التسليح، نفس الأمر ينطبق على حرب أكتوبر والاختلاف في القدرات العسكرية بالنسبة للعدو وبين الجندي المصري، ولكن أسباب النصر مختلفة. يعني ربما حقق العدو النصر في حرب 67 وانقلبت الآية في حرب 73، الفرق هنا كان إيه؟ الفرق الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. نعم. يعني حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم في بدر إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له حباب ابن المنذر عندما نزل على بئر، أهذا منزل أنزلكه الله يا رسول الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. قال ليس بمنزل يا رسول الله، ده مش مكان، مش موقع حربي. نعم. ننزل بأدنى بئر من القوم ونردم باقي الآبار فنشرب ولا يشربون، وتشرب إبلنا ولا تشرب إبلهم، وخيولنا ولا تشرب خيولهم. فكان يأتي سيدنا سعد بن معاذ ويقول يا رسول الله نبني لك عريشا حتى تراقب المعركة، فإن هزمنا عدت إلى قوم أشد حبا إليك وأشد حبا لك منا يا رسول الله. سبحان الله، ما إن دخل النبي عريشة حتى استغاث بمن؟ وطلب النصر من من؟ من الله سبحانه وتعالى. فإذا به يقول اللهم إن هذه قريش قد أتت بخيلها وخيلائها ورجالها وعتادها، اللهم إن هزمت هذه العصابة، يعني الجماعة المؤمنة، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. حتى سقط الرداء من كبي رسول الله، فجاء أبو بكر من خلفه وقال هون عليك يا رسول الله، إن الله منجز وعده لك، إن الله منجز وعده لك. فإذا به ينظر إلى أبي بكر ويقول أبشر يا أبا بكر، ها قد رأيت جبريل آخذا بعنان فرسه وينزل إلى أرض المعركة ومعه الملائكة. كذلك كانت في حرب أكتوبر المجيد، كانت الملائكة تدفع المسلمين وتدفع المصريين وتدفع الصائمين لمحاربة الأعداء. والله يقول أحد اللواءات المصرية، والله كان أحد الأعداء على مقربة مني ينظر إلي وأنظر إليه ولا يراني وأنا أراه. سبحان الله. نعم، مانع مائي، مانع ترابي، خط برليف الحصين، محاربة إعلامية نفسية محبطة للجيش المصري، الجيش الذي لا يقهر. نسبق المصريين بخمسين عاما، ومع ذلك عندما توحد المصريون وعندما كبروا بتكبيرة واحدة الله أكبر، زلت لهم الصعاب. قوات الصاعقة المصرية تعطل أنابيب النابال حتى لا يسقط فيها الجنود المصريون. المهندسون ينصبون الجسور، 50,000 من الجنود يمرون من الضفة إلى الأخرى وهم يدكون حصون العدو وهم يهرولون أمامهم. لما؟ لأن الله قال ذلك، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. في 20 دقيقة كما يقول الراحل أنور السادات رحمة الله عليه،
يعني كانت تدمر بالمئة دبابة. نعم. والله معركة تعجب لها العسكريون والخبراء إلى الآن كيف حدثت وكيف انتصر المصريون في هذا التوقيت وفي هذا الوقت القليل على هذا الجيش الذي كان يعد من أفضل جيوش العالم. طب فضيلة الشيخ، يعني ده يأخذنا إلى قضية مهمة جدا، قضية الإحباط. فكرة الإحباط في نفس الإنسان ربما حتى وإن كان يملك القدرات تحول دون تحقيق أي إنجازات، لكن كيف أمكن التغلب على هذا الإحباط الذي حاول العدو أن يدخله في نفوس الجندي المصري وتخطى هذا بتحقيق النصر؟ أرجع بك إلى قول النبي: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. عندما أصيب رسول الله في أحد وأشيع خبر وفاة الرسول، فوضع الصحابة بعض الصحابة سلاحهم، فمر عليهم سيدنا أنس بن النضر قال: لما وضحتم سلاحكم؟ قالوا: مات رسول الله، فعلى ما نقاتل؟ قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله، لا خير في الحياة بعد رسول الله، قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعتذر مما فعل هؤلاء، أي من بعض الصحابة الذين وضعوا سلاحهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، أي المشركين، أنا بريء مما فعلوا برسولهم. نعم. وسبحان الله، قام فقاتل. سيدنا سعد بن أبي وقاص يقابله فيقول له، سيدنا سعد بن معاذ يقابله فيقول له: إلى أين؟ أنت رايح فين؟ قال: والله أجد ريح الجنة دون أحد، أجد ريح الجنة دون أحد. فيقاتل حتى يقتل ببضع وثمانين ضربة، ما بين ضربة بسهم وضربة بسيف وأخرى بقوس، فلم يعرفه أحد من المسلمين إلا أخته عرفته ببنانه. يا الله. الشيخ عبد الحليم محمود رحمة الله عليه جمع العلماء وجمع دكاترة الأزهر وقال: يقاتلون جنودنا، يقاتلون اليهود على أرض سيناء، فهلما لنقاتل معهم. قالوا: كيف ذلك؟ قال: نكون معهم في حصونهم، نبشرهم بالجنة، نبشرهم بأجر الشهيد، نبشرهم بأجر الدفاع عن الوطن. فارتفعت المعنويات. يا أستاذ غادة، أرى أمامي من قتل أبي، أرى أمامي من اغتصب عرضي، أرى أمامي من قتل ولدي، أرى أمامي من تكبر علي، أرى أمامي من وضع على علم دولتي الخمر وداس عليه بنعله، فكيف أصبر على لقائه؟ والله أنا به كما فعل سيدنا بلال بأمية بن خلف، عندما رآه قال أمية بن خلف: لا نجوت إن نجا، لا نجوت إن نجا، ثم هرول إليه فضربه ضربة رجل واحد فقتله. الأمر ليس فيه إحباط، لأن هؤلاء الجنود علموا أن الله معهم، وعلموا أنهم يدافعون عن قضية وطنهم، وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيدهم بكلامه عندما قال رسول الله: إنكم ستفتحون مصر أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة، ذمة لأنهم أهل السيدة ماريا القبطية أم ولد النبي إبراهيم. أما الرحم فهي السيدة هاجر أم سيدنا إسماعيل أبو العرب، إنها مصر بلد الأنبياء، بلد الصالحين، بلد الشهداء، بلد الأزهر، بلد الأتقياء، مشى على ترابها نبي الله إبراهيم، مشى على ترابها نبي الله إسماعيل، نبي الله إسحاق، كليم الله موسى، ويوسف عليه السلام، ويوسف وعيسى. أرض مصر أرض مباركة، والله ما قصدها من جبار بسوء إلا قسمه الله، الله تولى الدفاع عن أرضنا فقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، أنتم في أمان يا أهل مصر، لا تخافوا من المؤامرات ولا تخافوا من التخريب والتدمير، لأنكم في أمان من؟ أمان الله سبحانه. من يقول للشيء كن فيكون، إنه الله. نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني الحديث عن هذه المعركة ربما لا ينتهي، ولكن الآن نحن لسنا في معركة حقيقية على الأرض كما هي كانت حرب أكتوبر. الدروس المستفادة من حرب أكتوبر في حياتنا الآن؟ الدروس المستفادة من حرب أكتوبر: هؤلاء الشهداء الذين ضحوا بدمائهم، ربما عرفنا بعضهم ولم نعرف الكثير منهم، ولكن الله يعرفهم.
هؤلاء ضحوا بأرواحهم وبدمائهم وبسعادة أولادهم وبسعادة أسرهم من أجلي ومن أجلك أنت، من أجل أن نحيا أحرارا على أرضها، على أرضنا هذه، على أرض مصر المباركة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبب إلينا الجهاد والدفاع عن الأرض، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بشر الشهداء وقال: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، يرى مقعده من الجنة. أستاذ غادة، أحيانا بيبقى الدانة مشوهاه، ومع ذلك عندما تنظرين في وجهه تجد الابتسامة، القنبلة لم تبقي فيه إلا الرأس وتجد الابتسامة. لما؟ لأنه رأى مقعده من الجنة، يجار من عذاب القبر. فتعجب الصحابة وقالوا: يا رسول الله، لما لم يفتن الشهيد في قبره؟ قال: كفى بصوت السيوف على رأسه فتنة، هذا يضرب والطائرات فوقه، صوت الصواريخ، صوت المدافع، الدانات، الرصاص، كفى بها فتنة، يجار من عذاب القبر، يأمن من الفزع الأكبر. هو في أمان يوم يفزع الناس، هو في أمان وفي ظل العرش، يوم يبحث الناس عن ظل. كذلك يلبس تاج الوقار، الياقوت فيه خير من الدنيا وما فيها، يزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، يشفح في سبعين من أهله. هؤلاء هم الشهداء. فما دوري الآن؟ دورك الآن أن تبني أجيالا يحبون وطنهم، لا ينسقون خلف الفتن وخلف المؤامرات. لما؟ لأن ما أراد مصر بسوء إلا قسمه الله. يعني سبحان الله، كعب الأحبار يقول: والله لولا أني أسكن الشام لتمنيت أن أسكن مصر. لما؟ لأن أهلها في عافية وأنا أحب أهل مصر. في التوراة عند اليهود المنزل على الكليم، كليم الله موسى عليه السلام، مصر من قصدها بسوء قسمه الله. فأنت أخي الحبيب، يا من تشاهد هذه الحلقة المباركة الآن، مصر أمانة في عنقك. علم أولادك كيف يحبون هذا البلد، كيف تخرج الطبيب الماهر، الشيخ البارع، المهندس الماهر الذي يقوم بعمل الطبيب، الذي يقوم بعمل الدواء للمرضى الذين يشتكون الألم ويتألمون آناء الليل وأطراف النهار. فواجب الآن أن أعلم أولادي حب هذا الوطن. نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني فكرة الروح اللي كانت موجودة أثناء حرب أكتوبر، كيف نفعلها إنها تكون أسلوب حياة للمصريين، ما تبقاش في وقت معركة فقط، ولكن أسلوب حياة في كل الأيام وفي كل الأزمان؟ هذا دور على جميع مؤسسات الدولة، وبخاصة الأزهر والأوقاف. نعم. هذا دور الشيخ على المنبر، ودور الداعية على الشاشات، أن نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسى كالا من عمل يده بات مغفورا له. عندما أعمل بيدي، أنت سماك النبي اليد العليا، خير من اليد السفلى. أفعل حب العمل؟ أفعل ألا أمد يدي؟ يعني أمد يدي، يعني سبحان الله، في محطات المترو والقطارات تجدين أن المتسولين أرباب قوة، ولك بالله عليك أنا مش لاقي أوكل أولادي. لما لا تعمل؟ لما لا تجتهد؟ لما لا تكد؟ لما لا تتعب؟ رسولنا وحبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم، يأتيه رجل يسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندك في البيت من شيء؟ قال: عندي مدواة، إناء، وعندي لحاف ألتحف به. قال: أتني بهما، أساس البيت. نعم. فجاء النبي، قال: من يشتري هذين؟ فقال أحد الصحابة: علي بدينار. فقال: من يزيد؟ ما زاد علني. قال: علي بدينارين يا رسول الله. قال: أنت خذ دينار
اشتري به طعاما لأولادك، ودينار اشتري به قدوما وفأسا، واذهب واحتطب ولا أراك إلا بعد 15 يوما. نعم. سبحان الله، يذهب يحتطب ثم يعود وقد باع وجاء بالمال ووضعه بين يدي رسول الله، فقال له النبي: هذا خير لك من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. نعم. طب فضيلة الشيخ، يعني ونحن نتحدث عن التضامن في المجتمع المصري في ذلك الوقت، حضرتك تحدثت عن أن الشيوخ ذهبوا إلى المقاتلين حتى يقدمون لهم الدعم المعنوي. نعم. فكرة التضامن بين مختلف فئات المجتمع، وما أحوجنا الآن إلى هذا النوع من التضامن والترابط والوحدة بين المواطنين جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا المثل: يمرض غلاما يهوديا، يهودي، والله يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعلم أن غلاما يهوديا أصابه المرض في فراش المرض، يطرق عليه الباب: من؟ محمد. تعجب اليهودي: ما الذي جاء بنبي المسلمين إلينا؟ نعم. قال: أغلامي مريض؟ الخادم اللي كان بيأتي بالماء لرسول الله ليتوضأ، أغلامي مريض؟ قال: نعم، هو في فراش المرض. قال: أريد أن أراه. انظر إلى الترابط، أريد أن أراه. فيذهب إليه النبي حتى يقف عند رأسه، فيعلم أنها سكرات الموت، فقال: يا غلام، قل لا إله إلا الله تنجو بها من نار الله. فينظر الغلام إلى أبيه اليهودي، فيعيد عليه النبي: يا غلام، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. الغلام ينظر إلى أبيه اليهودي، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومات عليها. فخرج النبي وهو يقول: الحمد لله أنجاه الله بي من النار، الحمد لله أنجاه الله بي من النار. الفاروق عمر الذي فتح بلاد الشام والعراق ومصر والحجاز، دانت له فارس والروم، يمشي في يوم فيجد سائلا نصرانيا يسأل، كبر سنه، احدودب ظهره، ابيض شعره، سقط حاجباه، زارته الأسقام، يتكئ على عصا، أكلته السنون. قال: ما الذي جعلك تسأل؟ قال: لا مال عندي ولا طعام عند أولادي، أخذتم شبابنا، كنا ندفع الجزية لكم. فأخذه من يده وذهب به إلى خازن بيت مال المسلمين وقال: انظر هذا وأمثاله، افرض له راتبا من بيت مال المسلمين، لا خير فينا إن أكلنا شبابهم وتركناهم عند الكبر. هذا هو الترابط الذي تعلمناه من النبي صلى الله عليه وسلم. كانت في معركة أكتوبر المجيدة في خندق واحد النصراني بجوار المسلم، ربما حمله وهو جريح، كان هناك ترابط وكان حب. والله عندنا جيران نصارى، يعني إذا كانت عندهم أفراح ذهبنا إليهم، عندنا أفراح جاءوا إلينا، عندهم أطراح وأحزان ذهبنا نعزيهم إلى الآن. فنحن في حاجة إلى هذا الترابط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بأهل مصر خيرا. هذه وصية من؟ الحبيب النبي عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم يا رسول طب الله. طب فضيلة الشيخ، يمكن كانت حرب أكتوبر من الحروب التي توحد فيها المسلمون في جميع أنحاء العالم، توحدت فيها كلمة العرب ووقف العرب صفا واحدا في مواجهة العدو. يعني تقييم حضرتك لهذه التجربة، وكيف كان العرب يقفون صفا واحدا، وأين هم الآن من ذلك؟ من كلام حضرتك أرسل برسالة الآن من هذا المنبر المبارك قناة النيل للأخبار: توحدوا، لأن الله يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهده وفي حياته وعلى مرأى ومسمع من النبي
قام غلام من المهاجرين سكع غلاما من النصارى أو من الأنصار، من أهل يثرب، من أهل المدينة، ضربه، فإذا بغلام الأنصار يقول يا للأنصار، وإذا بغلام المهاجرين يقول يا للمهاجرين. فجاء الأنصار بسلاحهم وجاء المهاجرون بسلاحهم، فعلم النبي بالخبر، الصحابة يقتتلون، أهل مكة يقتتلون مع أهل المدينة، فإذا برسول الله يذهب إليهم فيقول لهم أتقتتلون وأنا بين ظهرانيكم؟ أتقتتلون وأنا بين ظهرانيكم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ونزل قول الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ونزل قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. في حرب أكتوبر الرئيس فيصل، رئيس المملكة العربية السعودية، الملك فيصل رحمة الله عليه، سبحان الملك، قال ليس البترول أغلى عندنا من دماء المسلمين والعرب. قطع البترول. السعودية، الإمارات، العراق، سوريا، تونس، المغرب، الجزائر، ليبيا، كل هؤلاء، السودان، سبحان الملك، كل هؤلاء توحدوا معنا. نعم. من أرسل بجنوده؟ من أرسل بالطائرات؟ حتى ليبيا أرسل بمليون دولار، قال اشتروا بها ما تشاءون. عندما كان هذا الحب، وعندما كان هذا التوحد، وعندما كان هذا الاعتصام، كان النصر حليفنا. هذه رسالة، والله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه، لن ترجع الأمة كما كانت في عزة وفي نصر حتى نعتصم، حتى نتناسى الحدود، كلنا أمة واحدة. قال ربنا إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الآية الأخرى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. الأردن تزحزح إسرائيل وتعلن حالة التعبئة، فيترك إسرائيل أو تترك إسرائيل ثلث الجيش الإسرائيلي خوفا من هجوم من الأردن. سبحان الله، عندما كان هذه الوحدة كان النصر. فعودوا إلى رحاب نبيكم، وعودوا إلى كلام ربكم، فوالله الذي لا إله غيره ولا معبود سواه لن نجد النصر ولا العزة إلا فيه. نعم. طب فضيلة الشيخ، في حالة وجود اختلافات، رؤى مختلفة في السياسات، كيف يمكن أن نحقق هذا الترابط، الصف الواحد رغم اختلاف الآراء؟ الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما منع أن يعتمر أن يطوف بالبيت في صلح الحديبية، إذا برسول الله عندما كانت بنود الصلح أول بند ارجعوا هذا العام على أن تعودوا العام القابل. هذا القرار كان صعبا على الصحابة. نعم. خرجوا يريدون أن يزوروا البيت، أن يطوفوا بالبيت، أن يلتمسوا الحجر، فإذا بهم يقول لهم النبي احلقوا وانحروا الإبل، انحروا الهدي، فلم يقم ولا واحد لأنهم مختلفين مع رسول الله في الرأي. نعم. يرون أن الخير في الطواف، الطواف والعمرة. نقاتلهم يا رسول الله بما معنا من سيوف، جئنا لنزور البيت وهم يمنعون منه. فدخل النبي على أم سلمة، غضب رسول الله، وكان إذا غضب النبي رؤي ذلك في وجهه، احمرت العين وانتفخت الأوداد. قالت ما بك يا رسول الله؟ قال أخشى على الصحابة من الهلكة، الصحابة أمرتهم فلم يفعلوا، لم يأتمروا بأمري. قالت يا رسول الله ألا أدلك؟ أخرج ولا تكلم أحدا، أدعو الحلاق فأحلق شعرك، وأتي بهديك واذبحها. فقام النبي وآخذا بمشورة السيدة أم سلمة، ثم نادى على الحلاق فحلق ونحر الإبل. فقام الصحابة كل منهم قام على صاحبه كاد أن يقتله بالحديدة، حلقوا ونحروا الإبل وعادوا وكان الفتح. يا الله. نعم. فالاختلاف لا يفسد للود قضية. نعم. يعني اختلاف الرأي، هذا يرى رؤية في السياسة وآخر يرى، جعل الحل، الله عز وجل أرشدنا إلى الحل فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشيخ يفهم في الدين. نعم. الطبيب يفهم في الطب، خبير عسكري يفهم في أمور الحرب، خبير استراتيجي يفهم في أمور الخطط العسكرية،
غيرها وغيرها، يعني اتركوا الأمر لأهله. نعم. الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تخصص، عندما أراد أن يأتي بخبر القوم في الخندق، عندما التفت القبائل حول المدينة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل حذيفة بن اليمان كاتم الأسرار. كان في يوم شديد الثلج، شديد البرودة، الصحابة اختبأوا من رسول الله حتى لا ينفذ أحدهم أمرا. فقال: أين حذيفة؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: اذهب فأتني بخبر المعسكر، شوفهم انصرفهم ولا لسه في معسكرهم في أماكنهم. فيقول حذيفة: وقال لي إياك أن تقتل أحدا، أوعى تقتل واحد منهم. ويذهب سيدنا حذيفة يرتعد حتى وقف بين القوم، فقال أبو سفيان: فلينظر كل منكم عن يمينه وعن يساره. فإذا بحذيفة يقول: من الرجل؟ قال: فلان. من الرجل؟ قال: فلان. ولم يسأله أحد، وعاد بالخبر إلى رسول الله أن المعسكر قد انقلب عليهم. فأنا أهتم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالتخصص حتى لا يكون هناك اختلاف في الأمور السياسية. نعم. طب فضيلة الشيخ، ما أحوجنا الآن إلى معركة التنمية والبناء؟ المطلوب منا الآن وتوجيه الإسلام لنا الآن في ظل هذه المعركة التي ربما يكون لها مواصفات خاصة عن حرب أكتوبر. والله هي أشد من الحرب. الحرب أنا أعرف عدوي، أنا أعرف من يدبر لي، أنا أعرف من يخطط لهلاكي. أما الآن الضرب في الظهر، ربما من ابن من أبناء الوطن، ربما من حليف معنا. سبحان الملك، فوجب علي أن أجتهد في البناء والتعمير. رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى في سيرته الخير كله، عندما وصل إلى المدينة آخى بين المهاجرين والأنصار، يريد أن يبني مجتمعا قويا. فجاء سعد بن الربيع وقال: يا عبد الرحمن يا ابن عوف، أنا من أكثر الأنصار مالا، وأنا متزوج بامرأتين، خذ شطر مالي وانظر إلى زوجتي، أيهما أعجبتك طلقتها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له سيدنا عبد الرحمن بن عوف، ودي عزة النفس: بارك الله لك في مالك وبارك لك في أهلك، دلني على السوق، أنا بفهم في التجارة. ذهب فعمل حمالا للبضائع والحطب. نعم. عاد بأربعة دراهم، تصدق بدرهمين على فقراء المسلمين، كسب في أسبوع واحد 400 درهم، تصدق بشطرها 4000 درهم، تزوج وأعرس وأولم، وذهب إلى النبي قد وضع الطيب، قال له: أرى عليك الخير، إيه اللي يرى لك؟ قال: أولمت وتزوجت، فدعا له النبي بخير. نعم. الحبيب النبي أراد أن يبني مجتمعا قويا، فجاء باليهود السكان الذين يسكنون معه، قال: تدافعون عن المدينة، عندما يهاجمنا العدو تدافعون معنا، لكم ما لنا وعليكم ما علينا. ولكنهم كعادتهم خونة للعهود. نعم. وخونة للوعود، غدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى في غزوة الخندق كادوا أن يهاجموا معسكرا للنساء ليهتكوا الأعراض ويقتلوا الأطفال ويدمروا الشيوخ. نعم. فقامت السيدة صفية بنت عبد المطلب، عجوز سكلة، عندما رأت يهوديا يتسلل لينظر هل ترك النبي من حراس ومن عسكر يحمي معسكر النساء، فإذا بها وجدت اليهودي يتسلل ولم يكن معها خنجرا، فأخذت عمودا، عمود حديد من الخيمة، فاقتلعت وضربته على رأسه وجزت رأسه وألقت بها إلى اليهود. قالوا: قد علمنا أن محمدا لن يترك معسكر النساء بلا حرس. نعم. أنا بشكر حضرتك في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد سمير البنا من علماء الأزهر الشريف، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. أشكركم أيضا مشاهدين على حسن المتابعة، وحتى لقاء قادم بإذن الله وحلقة جديدة من فقه الحياة، إلى اللقاء.